انت فنان معروف وعلاقاتك كتير، في فنانين شبيحة بدنا نوصل لإلهم ونحاسبهم على وقوفهم مع الظلم وسكوتهم عنا، بدنا مساعدتك بهالشيء. ما فهمت. يعني في فنانين شبيحة وقفوا ضد الثورة، هدول لازم تحاسبوا ليكونوا عبرة لغيرهم. بنقدر نوصل لهيك فنانين، بدنا فنان مثلك يستدرجهم لمكان نقدر نتحرك فيه. وطبعا هي مهمتك انت. بتحاسبوا؟ قصدك يعني انت عم تطلب مني انه شارك بقتل العالم؟ هذا قصاص وليس قتل. لا يا سيدي، قتل وقتل بشع كمان. انا مستحيل شارك بهيك جريمه. محاسبة الظلام صارت جريمة؟ اللي عم يصير فينا كل يوم شو بتسمي؟ دفاع عن النفس. شوف، إذا بدك تحارب مجرم مثل ما أنا قمت به، ما بصير تكون أبشع مني. مين أنت؟ مين أنت لتقيم العالم وتعمل لهم قوائم وتحاسبهم وتقتلهم؟ مين نصبك قاضي لتوزع التهم؟ في ناس اندبحت على هويات من وراء هذا العلاك الفاضي. إذا بدك الناس تكون معك مو هيك بيصير الشغل. أصلاً من وراء هالعقلية رح نوصل للخراب. شو قصدك؟ اسمعوا شو بدي أقول وركزوا كتير منيح معي. أنا اليوم كان فيني شلخكم تشليخ وأدفن كل شقفة فيكم بقرني، لأنه كانت فيوزاتي فارعة عن مضيعة المصاري. بس بعد ما هديت وشغلت مخي شوي لقيت انه ما حدا له ذنب اللي صار. بس الايام الجايه جوات الوحل بدكم تكونوا مفتحين. الامن صار عنده خبر فينا وراح ينكش ورانا على الطالعه والنازله، لهيك لازم نهدي لحتى ينسونا. هن اصلا في الف قصه براسهم غيرنا. منصير الف وواحد، ما بتعرفوا ساعه النحسه متى بتجي. بس بعد ما راحت المصاري ما عاد فينا نقعد بدون شغل. مزبوط معلم، المصاري اللي معنا ما بيكفونا شيء، وخاصة بعد ما راحت الشنطة اللي فيها المصاري كلها. خلص، معناها مننام على قصص الخطف والفدية شوي، نمشي حالنا هيك كم ضربة صغيرة لبين ما نرجع الشغل الأصلي. استبينا؟ استبينا. آه! والله نسيانك، والله نسيانك. استبينا معلم. ذكرونا ناخده على دكتور بيطري يفك له القطف. مقبولة منك معلم. حبيب قلبك رح يشوف نجوم الدار عن قريب، ورحمة شرفك لحتى خليك تقري فاتحة على قبره، ورحمة شرفك. صحيح والله، شلون صار جروحك؟ أكيد ما طابوا، رح طيب لك اياهم شوية فليفة حمرا على كيفك. لا صار بدو تعقيم من أول جستين نجاستك يا وسخة. اسمعوني منيح شباب، في شاب من جماعتنا حاكاني وعطاني معلومات كتير مهمة. في خطة سرية لسحب الحواجز القريبة من هون، وفي عملية كبيرة عم تتحضر، وحسب المعلومات بتقول يا بكرة يا بعد بكرة بدو يصير هذا الشيء. يا شباب بدنا نكون جاهزين لنضرب ايد من حديد، ناخذ كل شيء في حواجز ونحتلها. حتى لو اخذناها اكيد رح يبعثوا تعزيزات بسرعه، مستحيل يتركوا هالمنطقه. سيدي يوم كم ساعه ما بتفرق، بالنسبه لنا هذا نصر، بكفي نتصور ونبعثها للشباب مشان نرفع لهم من معنوياتهم. بتبلغوا لي كل الشباب
وبتخلوهم كامل الجاهزية، ومنتأكد وقتها هاي المعلومة حقيقة ولا حكي بحكي. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. انتوا عندكم مشكلة اللغة بالشعارات، الدين هو مكانه بالقلب وبالبيت وبالجامعة، وبس ينتقل للسياسة بيخرب. هلا بجوز يعني يلتم حواليكم شوية عالم، بس صدقني ما بيدوموا هدول. نحن بدنا دولة مدنية ديمقراطية للكل، مو لناس وناس، لأنه الدين الإسلامي دين محبة واعتدال وتسامح. وأكبر دليل على هذا الكلام إنه اليهود عاشوا بالمدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أخ صبحي، أنت تيسر هلأ وبس بدنا إياك نجيبك. مسلوم. جبنا له يكون معنا ولا فهمان علينا؟ شو هالعلاقة الفاضية هاد؟ يا جماعة، الزلمة عم يحكي رأيه ما كفر. شلون ما كفر؟ ما شفتوا شلون عم يحكي وكيف عم يدافع عن الفنانين؟ هو يحكي اللي بده إياه، ونحن بنعمل اللي بدنا إياه. كيف يعني؟ يعني بنسير ونوصل لغرضنا، وبعدين بنشوف. الإخبارية مظبوطة، في نسبة انسحابات كبيرة من الليل. أنا لازم انسحب فورا. اتكلوا على الله. يلا يا شباب اسمعوني منيح، يلا انسحاب. لحظة بس، صوتك عم يقطش، ما عم اسمعك. هلا فهمني، الشباب هجموا؟ هلا بلش هجوم علي، الحواجز كانوا متراخين ومتوقعين ابدا. منيح، هذا الكلام حلو. شو ما بيصير بتخبرني اول باول، فهمت؟ الشباب على الحواجز عملوا حالهم نايمين بالعسل؟ كثير منيح، معناتها بنضل على خطتنا. يعطيكم العافيه. هيك الفيران بتوقع بالمصيبه.
ممكن أعرف شو هذا القرار؟ قرار واضح، سحب تدريس المادة منك حتى نخفف الضغط عليك، وما تنسى إنه عندك نصاب تدريسي كبير. حتى تخفف الضغط علي ولا حتى تنجح بنته لكمال بيك وتتخرج؟ دكتور مراد، ما في داعي للتلميحات أبدا. هاي مو تلميحات، هذا اتهام صريح. انتبه لكلامك، أنت بمكان أكاديمي محترم. ليش أنتوا خليتوا فيها أكاديمي ومحترم؟ أنتوا حولتوها لمسخرة. أنا لهلأ مراعي مكانتك وانفعالك، ما تخليني فوت أعصابي. انتهى النقاش. ماشي، بس والله ما رح مرق لك ياها. زيد على الباتيسري اللي هون تحت، عرفت العشمار؟ قال له بدي 2 كروسان، وحده جبنه وحده زعتر. قال له الرفيق ابو معتصم بيعرف عشان المسابقه. خير وحدتها بابا، يلا يلا. هي بتاخذها بتصدقها بالعقود؟ شو هاد؟ شو وضعك؟ شو عم تسوي؟ بقول لك عم تمد ايدك على مخلوقها؟ لك انت وين عايش انت؟ يخرب بينك العرب! أنا حبيبي، شو أخبارك؟ تمام. شفتك طالع من مكتب العميد هيك مكركبة شوي ومعصف، خير شو القصة؟ إن شاء الله ما تأخذني شوية كركبة هيك ومخربطة. يلا بسيطة، حصل خير. أنت بتعرف غلاوتك عندي، أنت مو بس أستاذي. أنت بتعرف قديش غالي عندي، بغض النظر إنك طالبة أو بالأحرى كنت طالبة، لأني ما عاد درست المادة هي. أوف، ليش؟ سحبوا مني تدريس المادة، لهيك طلعت من عند العميد مثل ما شفت. بس أنت أكفأ حدا ممكن يدرس هي المادة. بجوز بس إدارة المعهد أنا عندها رأي تاني. بس أنت يعني مو ملاحظ إنه في شيء غريب بهالقرار؟ كله وارد. يلا دير بالك على حالك. معلش احكي معك كلمتين ابو معتصم. اجي على المكتبه؟ لا هون كثير منيح. معلش ابو الفدا. برجع بعد ايام بعتذر انا. سوزان انا اسف على اللي صار، بس كتبت لي فيه تقرير والله اللي عن سنزبيل اجداد والله. انا ماني بحاجه اسفك ولا تقاريرك. ايوه خير. شوف ابو معتصم، أنا متحملتك لعمر الشغل اللي مقضيه أنت معنا هون، بس أنا فهمانة عليك وأنت فهمان علي. أنا مرة متجوزة وعندي أولاد. أبو معتصم، من اليوم وطالع مكتبي ما بتفوته. أنا بحياته ما حدا استرجع يطلع فيني تطليع غلط. من اليوم وطالع لبقى تتعامل معي. بكفي الفضيحة اللي عملت لي إياها اليوم. شو فضيحة؟ فضيحة شو؟ الزلمة يلي تعديت عليه اليوم واحد محترم، وأنا ماني بحاجة حدا يعمل علي رجال ونخوجي. أنا وقت اللزوم بعرف كيف دافع عن حالي. طولي بالك، أنا في قانون هيك الله يرضى عليك. شو بدك يعني اسكت يعني؟ بلا ما نحكي باللي صار ومبدئي اللي ما تفوته. بتمنى تحترم حكي.
والله وظيفك على التقرير والسما سرا سدت لي نفسي يخرب بيتها العمش وشاطوطي. لك والله طلعتك هلا من البيت جنان، الدنيا قايمه مو قاعده. بدي اجي اشرب شاي عندك وهلا وبالنهار. لك لهلك ابو زيد، انت بتعرف انه المطرح مطرحك، اهلا وسهلا فيك امتى ما بدك، بس والله هلا طلعتك من البيت مو ظابطه منو. حط الابريق على النار جاي لك. ايه اسمع مني وبلا لك الطلعه معلي. ديروا بالكم ولا تخبسوا شي خبصه، فتحوا عيونكم منيح. ما توصي حريص ما بطول انا. هوني معلم. هيثم حاجتي مكوش؟ صب لنا شاي. حضرتك عم لك شاي؟ انا رح صب. لك اهلين يا حلوه. كيفك؟ لك مشتاقت لك قد الدنيا، فوتي فوتي. يا ستي انا اللي مشتاقت لك كثير كثير. ما بتسألي ولا بتطمني، قلت لحالي بمر لعندك وبسأل عنك. ولك انت ما في مني. تعالي قعدي. والله يا حنون المدرسة بلاكي ما بتسوى شيء، كل يوم بتذكرك بقول امتى رح ترجع المنظومة. يا الله والله كثير مشتاقة لكم كلكم كلكم. طيب حنون يعني ما حلك ترجعي على الدوام بقى؟ لامتى رح تضلي على الاستيداد؟ عجبتك الحالة هيك؟ كل شيء بوقته حلو، ومشان الشغل مدبرة حالي، عم بعطي دروس خصوصي بالبيت. هي كنت رح انسى. يا ستي جايبت لك شغلة محرزة رح تدعي لي عليها. بنته لحسان الحجلي. الملياردير ما غيره ما عرفتي؟ ايه بلا. عندها ابن وحيد، بتخاف عليه كثير كثير، مسجلته بمدرسة خاصة، وعم تجيب له أساتذة ومدرسين خاصين على البيت، مشان ما يروح ويجي بهالأوضاع. من يومين في استاذ عنا بالمدرسة قال لي إنها بدها مدرس إنجليزي شاطر يجي يعطي ابنها دروس عندها بالفيلا، وعم تعطي على الحصة الوحدة ما فتح ورزق. فشو رأيك؟ أنا قلت له رح شوف حنين وخبرها. شو؟ شغلة محرزة ونظيفة ما بتكلفك شي. أنا؟ فاجأتيني والله ما بعرف، يعني مو متعودة أعطي دروس خصوصي برا البيت. لك ما بدها تفكير، بعدين الأم كتير محترمة وحبابة، بعدين هني ثلاث حصص بالأسبوع. أي والله لو بعطي إنجليزي أنا ما كنت ترددت ولا لحظة. طيب خلص، يعني إذا الشغلة بهالسهولة موافقة. هيك بدي إياكي، برافو عليكي. رح خبر الأستاذ إنك جاهزة تعطيه الدروس، إيه؟ أوكي. لك اطمنيني، أمره رافع كيفه؟ أمر؟ تقبر قلبي ما أحلاه. بس رافع الله يعينه، ما عم يلحق لا شغل ولا مشاكل. عم يحاول يكون معنا طبيعي ورايق بالبيت، بس أنا حاسة فيه، حاسة قديش وهيك حابس جوات قلبه. الله يحميه، هلأ صاير الحمل عليهم كتير كبير. شو تشربيه؟ هي على وشك خطب للمرحلة. شكراً على الهدية الظريفة كمال بيك. حلوة ما؟ ايه بيشبهك كتير. معك حق، بس انتبهي يمكن هذا الكتكوت يصير يعض عض بعدين. ها كيف فوتته على سيارتي؟ سهلة كتير هالأيام، فتح السيارات ما عاد مشكلة، شغلة بسيطة كتير. 2000 سيارة كل يوم عم تنفتح، بنحط فيها أشكال وألوان متفجرات وقنابل وكل شيء. طبعا بعيد الشر عنك. أنا عندي اقتراح يمكن يعجبك، شو رأيك؟ هاتي لنشوف نسمع. أنا عازمتك اليوم على الغداء مشان نقعد ونحكي على رواق. إيه ها هيك من أول خدي وعطي. يا الله ما في أحلى منك لما تتلحلحي. شابك أوه عطيها الحجة مسامي خليت تعيننا. إيه الله معه، خليت كبر لك يوم بالشاكرية شوي. شو ما حلك تشبع؟ جيت لتحنون جيت. وزن بالوقفة تحنون وزن. لك آخ لك بالحرام، لك تحنون بالحرام بالحرام. هاي الدقيقة هي اللي مصبرتني على العيشة كل يوم. لك هاي أنا وليلى، هاي أنا والمستبدة، لك هاي سميرة تبع نعيم الشيخ. ليش بطيخ معلم؟ سكرنا عمي سكرنا الله معك. بسم الله.
في حدا بيبوزن بهاليوم الأبها؟ أبها وقفوا التقليل محل ما رحنا ذيك المرة، يعني الرزقة طارت. بسيطة لا تخاف ناكتي، وزارة الكهرباء بهيك أمور ما بتخاوز. بدي اشتغل يا سرور، بدي اشتغل برقبتي عيلي، بدي عيلها. طول بالك أبو محمد، طول بالك، الله ما بيقطع حدا. ونعم بالله الله يفرش. آمين يا رب، أحسن شيء. تتذكر قديش كنا نمشي بهذا المكان؟ خصوصاً بالسنة الأولى. كنا منضحك. لك أنا كم مرة أقول لك لا تلبسي هذا اللبس على المعهد؟ لك هذا معهد يا بني آدمي، معهد مانو ديسكو. لك إيه حبيبي، بس لا تقلي مو حلو. جهزي حالك، اليوم بدي أخذك عبيد أهلي. شو؟ اليوم بدي أعرفك على أهلي، بس يخلص الدوام منشيل حالنا ومنروح لعندهم. إيه، وشو هالقرار المفاجئ هاد؟ بعدين أنا ماني محضرة حالي. لك لا بدها تحضير ولا بدها شيء، زيارة عادية، بعرفك عليهم ومنطلع. ايه، وإذا سألوك مين أنا شو بدك تقلهم؟ شو بدي قلهم يعني؟ رفيقتي بالمعهد وحابة تتعرف عليكم. لا لا مو ظابطة، خلص خلينا نأجلها ليوم تاني. أصلاً ماما طالعة على بيروت وأنا لازم ودعها قبل ما تطلع. لك يا مجنونة، اليوم دوامنا قصير، كلها نص ساعة منروح ومنرجع. أوكي شرفي. صالح انا اسف تاخرت عليك، بس والله بتعرف عشان الحواجز الدنيا اللي قاعده البيت العالم فوق بعض. الله جاي اخبارين انه في سياره بتركب مش عليك عم يدقوا كثير. لا تاكل هون. شو مشان الشغل معمول؟ هي انا جاي مشان هالشيء. قل لي هذا شغلته بسيطه، انا لقيت بعضه بنقدمها بالمقابله بيعملوا اخلاص سبيل، بس بتعرف تكلف لها شوي. قديش؟ يعني شغله مليون منيح. شو مليون؟ وكل الله تفهم دمك يا زلمه مليون. والله مثل ما بدك يا معتصم، تدفع نص المبلغ هلا وبس يطلع الشاب يدفع النص الثاني. يعني شو دافع شيء من جيبتك؟ مالك دافع شيء من جيبتك؟ وبتعرف والله مو طالع لي غير من الجمل وبرده. لا اخي مو قصه دافع شيء من جيبتي ولا مو دافع شيء من جيبتي، بس اذا القاضي لحاله بده هذيك الحزبه مليون. ايه مليون يا زلمه مليون، صيبوا للولد مستقدر على طلعته. بس كمان والله ما فيك اسعار. ايه ما فيك اسعار. يا ابو معتصم دور واسأل، وقمت ما بدك أنا جاهز. يا مالك شو سوء هو؟ هذا صار كار بربح مصاري ما فتح ورزق. يا معلم شو بدك؟ ليش لحقني؟ بعرف طلبك بدي مشي لك الدورة. شلون علي؟ شرفنا مامشي مكاننا. شرف تفضل. اهلين طارق. اهلين سيادة المقدم. لا تؤاخذنا، بس تعرف لبكة الشغل وعجقة الطريق. ولا يهمك، الله يعطيكم العافية. كيف الأهل؟ الحمد لله بخير. طمني، تعرفت على حدا من اللي خطفوك بسجل أصحاب السوابق؟ أبدا. مثل ما توقعت، معناتها هدول وجوه جديدة. هذا وصفك لكبير ما؟ تماما، قريب منه كثير. أيوه، معناتها خلص انا ما رح بقى اعزبك بالجايه لهون، انت بس تتذكر شيء خبرني بالتليفون. ماشي اتفقنا. هلا شكرا والله. سلم على الاهل. الله يحميكم. هلا معك. باي باي رفيق. بتعمم هذا الرسم على كل الحواجز باسرع ما يمكن. حاضر سيدي. يلا احترامي. معتصم الحكي اللي عم بحكيك يا نظامي من الاخير. الزلمه كنت قاعدين انت وياه صحيح بيعرف مفتاح القاضي، بس حكيوا على قبل كان فينا القاضي يستدعي الموقوف اللي بده اياه، بس هلا صار في تضييق كثير على الدور بعد ما انشمست القصه. الامن صار طالب كذا قاضي للتحقيق بسبب هالموضوع،
عم يراجع الأضابير بالحرف، يعني وارد الولد يرجع ينضب بعد ما يطلع بتكون ما سردت شيء. وفيك تسأل وتتأكد من كل شيء عم قلك يا. نعم. شو الحل بقى؟ الحل إنه يكون في سبب قانوني يسدي القاضي فورا، وقتها بفرج عنه نظامي والأمور كلها بتكون بالسليم. هدي علي، سبب قانوني مثل شو؟ أسهل شيء المرض، تشوف اللجنة الطبية بالسجن تسأله كم سؤال، بس يجاوب عليهم بيقروا حالته، وقتها بيكون تسريع استدعاء قانوني وما حدا فينه يحكي شيء. بس هدي شوي علي، الولد موقوف بفرع أمن مو بسجن نظامي. ما فيك تنقل على عذرا؟ تدبر لا تدبر تدبر. ممتاز. وأنا بدلك على دكتور بيعطيك تقرير طبي بحالة مرضية للولد وبيقول لك شو لازم يحكي قدام اللجنة، وأنت بتشوفه وبتحفظه وبيكرج الدولاب وصلى الله وبارك. للآخر هالدولاب قديش بكلف؟ قلي 400,000 بيحضروا ونمشي بالقصة. أبداً. شلون بيحضروا بالله؟ شلون يعني بيحضروا؟ ما فهمت يعني. يعني شو اللي بيضمن انه يطلع الولد بعد ما تندفع المصاري؟ عمي لا تناول المصاري بيدي، بتسلمهم لمحامي وسيط بيني وبينك، بس يطلع الولد بيسلمني اياهم. محامي كمان بصير. شوف شو بدك تخبرني؟ وهي رقم تليفوني. شو مشي. السلام عليكم. اتكل على الله. أهلين بست الكل. شو شايف القمر من علياء ونازل يزورنا؟ لك ولابس أحمر، دخيل أحمر أنا. تروح قتل يا أبو يحيى، حكياتك ظراف. لك بموت بالقطايف عصافيري، بموت بالقطايف المطبة، لك دخيل القشطة أنا، لك بقلاوة لعل أنت بقلاوة. أبو يحيى عود عائل بقى، الأجار حاضر. لك مو بس الأجار حاضر، أنا كلي حاضر في ده العيون الدباحة. ادير بالك لتندبح لكام. تصرفيهم بالهنا. مظبوطين، بس مثل ما اتفقنا الشهر الجاي في فوقهم 5,000 ليرة. مثل ما لك شايف كل شيء نار والأسعار بالسماء. ما بنختلف ما بنختلف ست هموم. لك مو هيك بتتقطع اللحمة، روح هيك رح تنزل الفخدة. لك ست هموم شو عم تساوي؟ شو نسيت انه هي ملحمة أبي وأنا ربياني فيها؟ لا والله ما نسيت. الله يرحم تراوك يا أبي. الحمد لله الحمد لله، مش حاسدنا الحمد لله، بعدت عنكم القصة خلصت يعني. فينا نشوفه؟ ليش بدك تشوفه؟ سيدي أنا بدي أخدم خدمي، بدي أخدم خدمي مشان أعرف أتصرف بكرة قدام المحاكم وقدام السجن النظامي، بتعرف أنت؟ إيه بتشوفه بالسجن النظامي، أنا مزبط لك إياها. بس شو رح تعمل له يعني؟ سيدي أنا بدي إياه ينعرض على اللجنة الطبية، مشان هيك بنشوفه، بدي أخبره وفهمه شلون يتصرف قدام اللجنة الطبية، مشان يستعجل القاضي عليه بطلبه يعني وما يتأخر. حلو. لا عن جد حلو. ملعوب يا ابو معتصم. يا سيدي شو بدنا نعمل؟ الله يعيننا والله الله يعيننا. ويعيننا معهم. بعين الله سيدي، بعين الله. شو اخبار الادارة عندكم؟ شلون الخال؟ خال خالي على الله، والله الخال اكله، والله يا سيدنا اكله الله وكيلك، اكله بجنابي كمان، محسوبة قد يصلي بالخدمة، ما صلي عمر؟ انت كبرت كبرت. اي كبرت. لا هلا انا خدمت كبلة متكلان. لا احكي لك اللي كان معي وين صار ولا خلصنا ابو معتصم؟ كم مره بدك تحكي لي؟ صاروا وزراء ومدراء وضباط كبار وفي منهم عيله معارضه قاعده برا عم تقبض بالدولار. ولهلا محسوبك الخال اضربه اصرح، عم يركض ورا موبايله مشان ما يفضوا وحداته. شو هالحكي؟ والشغل اللي من برا لبرا؟ شو بدنا نعمل سيدي يعني؟ حط حالك معلم، ما بدنا نعيش والله بدنا نعيش سيدي. معلوم بدك تعيش. اذا انت ما عشت مين بده يعيش؟ تعيش الله يخلي لك. ك
كأنه مديركم أخباره مو منيحة. بصراحة محمد نزلني هون حبيبي. أنا بدي أخليك غير على لك عمي نزلني هون. وراح ناس كثير من عنا. يا شباب سليم يسعف المتصاوب من هون لنروح جيب الدكتور ورجع. ابو صلاح عندكم صيدليه؟ عندكم عده اسعاف؟ ايه في. الله يرضى عليك. شو في عندك؟ هات قطن، شاش، كل شيء هاتوا. من هون لنروح جيب الدكتور ورجع. ليش رح تترك الشباب ملقحين هون بالمعمل؟ لك وين بدك كان يتركون؟ بس احنا مو هيك متفقين. لك كان على شو متفقين؟ جمال بيك اذا سمع بهالحكي ما راح يرضى بنوب. اسمع ابو صلاح، إذا ما بتطلع من راسي موصلي معي لهون، شبابي بين الحياة والموت، ولسه أنت بتقلي كمال بيك برضى وما برضى؟ إن شاء الله 60 عمره ما يرضى. أخي أنا عبد مأمور وما فيني خليكم هون بهالحالة، والمعمل أمانة برقبتي وفي اتفاق بيناتنا، وإذا هلا ما أخذت شبابك رح بتصرف. شوفوا لا، إذا ما بتنفذ الحكي اللي عم أقول لك عليه أقسم بالله بصفيك. سمعان لما لا؟ حاضر. عمر شحطه. خروب خلي عيناك الشباب لا يحرك يتحرك أو صلاة تخلص عليك واصل مشوار جاي. أبو حزيفة، أبو عمر، حول دليل. أنت شو عم تحكي؟ شلون يعني الهجوم فشل؟ ليش الشباب ما تأكدوا انه ما يسمعوا الحواجز انه ما في حدا؟ طبعاً القصة كلها ملعوبة من الأمن. انت شلون جبت المعلومات؟ نهمتك انت، شو بدك القصة هاي؟ فهمني شو صار؟ خبرك مشان تحرق حالك، قيادات معتبرينها خاين، وقرار تصفيتك رح يطول بين لحظة والتانية، والأمن أكيد مراقبك، وقت بجدها بتطلع برا البلد. روح هلا روح بعدين نحكي يلا. الكلب.
شو عم تعمل هو؟ شو المنظر؟ أنا نازح نازح. أنا قاعد بجنينة هون جنب أمكم. هنيك ما في مي. بلا نازح بلا زمان الصغر. ما حلوت أنا بلا مطعم محترم. الله يسامحك. نحن كمان ولاد على وناس. بتنشر تطلع برا أحسن ما أجيبك عم مالش حطوك. يلا. تفضل ابو معتصم. هذا تقرير طبي بياكد انه مأمون معه قرحه بمعدته حاده كثير. خليه يحفظ الاعراض منيح. وجع بالمعده بيروح وبيجي وفي سعله حاده كثير بصاحبها دم. ممنوع ياكل اي شيء فيه بهارات او حب. حفظتهم؟ ايه لا حفظتهم، خلص هو انه وجع بالمعده وفي سعله ما بيطلع فيها دم. أو ممنوع ياكل البهارات وحده في الفول مو شغلات تمام. قال له لا يتزكى من عنده ويحكي زياده. اي سؤال ثاني يقول ما بعرف. هو بيعرف شيء اصلا شو بده يحكي بس شو مشان تساله على الادويه ما ادويه ايش عم تاخذ ادويه شغلات هن النوعين دواء كتبت لك اسمائهم ومواعيدهم. في شيء حبه بالنهار وفي شيء ثلاث مرات. اي والله يسلموا يسلموا الديات. الله يعطيك العافيه يا رب يسعدك. شو بتقول؟ شغلته بسيطة يعني 10,000 ليرة. شكرا الله دكتور. شو عم تمزح معي انت؟ شو 10,000 ليرة؟ اي ما في هيك اسعار بنوب وين رايحين؟ والله يا ابو معتصم في هيك تسعيرة وهي التسعيرة للكل. لك انت مجنون شي؟ في شي براسك؟ شلون تجي لعندي على العيادة؟ لك ناوي تروحني انت شي؟ ما كان عندي حل. الشباب بين الحياة والموت. بدك تروح معي لوين؟